خلينا نتكلم بقى على النادي الاهلي. طيب قبل ما تخش للنادي الاهلي، الناس مش واخده بالها من نقطه مهمه جدا. الاول احنا كنا بنشتكي اتحاد الكره لما كان بينظم المسابقه كان بيقول لك ايه، اصل الاتحاد الافريقي موعده في الاجنده بتاعته البطوله بتبدا من شهر يناير بتنتهي في نوفمبر. طب ما هو الانديه بتخلص الدوري في شهر 5 او في 6 وهتستكمل دور المجموعات في شهر 7، تمام، هتريح امتى وتشتغل امتى؟ صحيح. طب ما سبحان الله، ما الاجنده الافريقيه اتعدلت عشان خاطر الشمال افريقيا وبقت الامور في صالحنا اهو. صح، ما نعدلها ونمشيها صح. صح، يعني جت لنا لغايه عندنا، واتعمل كونجرس في المغرب من حوالي سنتين ثلاثه في الاتحاد الافريقي وجمعيه عموميه كبيره عشان المواعيد تتغير، وكان الاتحاد الافريقي واخد على عاتقه ان شمال افريقيا مهم في المسابقات الانديه الافريقيه، فقال لك خلاص نغير المواعيد وبقت البطوله من شهر 8 لشهر 5. صح. فبالتالي انت تخلص الموسم بتاعك في شهر 5، عندك 3 شهور تريح فيهم تبدا الموسم بتاعك الجديد. فجات لك الفرصه لغايه عندك، برضه بتقول موسم استثنائي ومش عارف تنهي الموسم. شوف، موسم استثنائي اوكي، احنا موافقين انك لان في بطوله افريقيا موجوده هنا السنه دي، تمام، بس الموسم الاستثنائي ما ينفعش يبقى موسم استثنائي على بعض الفرق والبعض الاخر لا. بمعنى انت النادي الاهلي في البطوله الافريقيه في شهر فبراير اللي فات كنت بتلعب مباراه بره ملعبك في افريقيا، بترجع بعديها بثلاث ايام تلعب مباراه هنا، بتروح بطياره خاصه وترجع تلعب مباراه في الدوري العام، وبعدها بتلعب في مباراه في الدوري العام تاني وتطلع تلعب مباراه وترجع تلعب مباراه افريقيا هنا، وبعد كده تلعب مباراه في الدوري العام وبعد كده تطلع افريقيا بره. صح، ده معناه ان الموسم استثنائي بالنسبه للنادي الاهلي فقط لا غير. انا مش بتكلم على نادي الزمالك وانت بتتيح له الفرص الكبيره جدا في الراحات، حقه، لكن حق انا كنادي اهلي برضو ان انا تتاح لي الفرص الكبيره في الراحات. يعني ما ينفعش تخرجني انا بفعل فعل من بطوله افريقيا وتتعامل مع بعض الفرق بطريقه مختلفه، ان الفاينل وانت محتاج راحه ومحتاج، لا يعني الكلام ده يعني غير وارد في كره القدم على الاطلاق. المساواه في بعض الاوقات في الظلم عدل، طالما سويتني في الظلم مع حد خلاص يبقى ده العدل بالنسبه لي. انما ما ينفعش تديني عدم فترات راحه العب من خلالها ويتعرض لعيبتي للاصابات بشكل كبير جدا، انا ملعب 48 ساعه كل 48 ساعه لمده شهرين، او كل مثلا 72 ساعه لمده شهرين، ما انا اللعيبه بتاعتي معرض لاصابات. حد تاني يطلع يقول لك طب ما انت الفرقه 25 لعيب، اه بس الاساسي 11 لعيب. انا ما ينفعش كمدير فني يبقى عندي 25 لعيب وانا بلعب ال 25 لعيب كل مباراه بلعب 11، استحاله. في كرة القدم الكلام ده مش موجود على الإطلاق. أنا عندي 13 14 لعيب بدور فيهم والباقي موجود ستاند باي، يعني خلاص لما أحتاج لعيب ممكن لعيب يدخل لعيب يخرج، هي دي كرة القدم. بص في أي فرقة في العالم هتلاقي أنت بتتكلم في حوالي من 14 ل 16 لعيب أو 17 لعيب ماكسيمم، هم دول القوام الفعلي لأي فرقة في العالم. صح. هم دول اللي بيتغير فيهم اللعيبة، هم دول اللي اللعيب يدخل واللعيب يخرج، ولكن القوام الأساسي أنت عندك 7 8 موجودين وبتغير في 3 4 و3 4 احتياطي بتغير في 2 3 فيهم. بالزبط. هو ده دي الفرق اللي موجودة في العالم. فما ينفعش تيجي تقول لي إيه؟ لا إحنا أتحنا الفرصة إنك يبقى عندك 30 لعيب في القائمة فبالتالي لعب كل ال 30 لعيب. أنت مش هتجبر الأندية تلعب مين وما تلعبش مين. لا، ولما خد قرار 30 لاعب ما خدوش من أول الموسم، ده خده في يناير. بالظبط. لما لقى الأهلي لعب افريقيا ولعب عربي ولعب دوري ولعب كاس، واحنا من اول الموسم بنقول يا جماعه. صح. السنه دي هنلعب مش اقل من 50 60 مباراه. صحيح. زود البطوله العربيه كمان، وبطوله عربيه، بطوله اثنين افريقيا تلعبت السنه دي، بطوله دوري عام، بطوله كاس مصر دخلت فيها، بطوله عربيه، اثنين افريقيا، اثنين دوري ابطال، ولعبت السوبر، تمام. يعني ده معنى انت بتلعب حوالي سبع، لعبت السنه دي سبع بطولات، فده يعني كتير جدا على الكره المصريه. انت خد بالك برده بتتعامل مع نوايا من اللعيبه ما عملتش الكلام ده قبل كده. اما نيجي نتكلم عن الدوري الانجليزي اللي بيلعبوا البوكسنج دايز اللي هم بيلعبوا كل 48 ساعه، ده راجل بياخد شهر اجازه اخر السنه، بيعمل فتره اعداد متكامله كافيه، وبيدخل على الموسم عارف انه في وقت من الاوقات الدوري مضغوط، تمام. انما انت النهارده بتكمل الموسم وبتتلاحم الموسم وبتخش على الموسم اللي بعديه وبتخش في ست بطولات وعندك بطوله ثانيه اسمها البطوله الافريقيه، ده برضه لعيبتك هتلعب فيها، اللعيبه الكثيره بالنسبه لك هتلعب فيها. فبالتالي انت ما اتحتش الفرصه للنادي الاهلي انه يشتغل صح، انه ياخد بطوله افريقيا بالشكل يعني اللي ممكن من خلاله ياخدها، انك تديله الراحات الكافيه بالنسبه له. اي لعيب في العالم ما ينفعش يلعب ماتش يسافر بره يلعب ماتش ويرجع بعدها ب 48 ساعه او 72 يلعب ماتش تاني هنا في البطوله، في اجواء مختلفه، اجواء حاره جدا او مطره جدا، واجواء هنا مختلفه تماما. وعندنا موقفين. حلو. موقف تنزانيا، الاهلي كان عنده مباراه مع سيمبا في تنزانيا. صح، مزبوط. انا فاكر وقتها الكابتن سيد قال له انا في عرض يوم لان انا مسافر تنزانيا. صح. الفجر، والاهلي لم يعترض ولا لم يعترض وسافر لم يعترض مباراه سان داونز
انت لعبت مباراه الزمالك على ملعب برج العرب بشكل بكل قالك استحاله تلعب عليه تاني. صح. بعدها ب 48 ساعه في نفس اجواء الملعب لعبت برضو مباراه كان فيها لود كبير جدا طبعا، وسافرت جنوب افريقيا والاستثناء او الموسم الاستثنائي اتحاد الكره قالك لا لازم تلتزم بالمواعيد عشان ده موسم استثنائي، ومع ذلك طب ما انت عندك من البدايه فكره انك تكمل الدوري بعد كاس الامم، طب ما اجلتش ليه المباريات ديت؟ صح. يعني فكره ان انت عندك ان المباريات دي تتلعب بعد كاس الامم، طب ما كنت اجلت المباريات دي، لكن انت قلت وقتها ايه يا جماعه نكون حريصين ان احنا قدر الامكان نخلص ماتشاتنا عشان لو عندنا وقت نخلص قبل كاس الامم كان يبقى كويس جدا. جات لك الفرصه والاهلي التزم بالجدول ومع ذلك كبرت منك في نهايه الموسم. لا مش كبرت منك، انت ما حطتش جدول له نهايه زمنيه محدده. ما ينفعش يبقى انا بشتغل في دوري عام مالوش نهايه جدول، يعني ما ينفعش تحط لي البدايه وتقول لي النهايه مش معروف لم تحدد بعد. زي بالظبط فكره انك انا بوقف لعيب لاجر غير مسمى، يعني ده دي بطلت في كره القدم، فاهم قصدي؟ يعني ده موقف لاجر غير مسمى، يعني ايه يعني بكره بعد السنه الجايه اللي بعدها، فاهم قصدي؟ كذلك برضو انا بحط جدول، ما ينفعش وانا بحط الجدول اقول الجدول ده له بدايه معروفه صح، الوسط على احتماليات، النهايه غير معلومه. صعب. لا ده النهايه اتعملت ايه؟ انا هقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه مهمه جدا. النادي الاهلي واضح جدا ان الجدول هو بيتحط، يعني عارف هيوصلوا للنهائي؟ لا مش هيوصلوا، يعني ممكن يوصلوا احتماليه، لا احتماليه ما يوصلوش، فبالتالي انا هبتدي اشوف بقى لما يوصلوا هحط الجدول. لو والله ده اللي حصل. ما هو بص والله ده اللي حصل، طالما بص اتكلمت في موسم استثنائي يبقى كل حاجه استثنائيه، يبقى الجدول يبقى محطوط على انه دوري استثنائي، مفيش مشكله. الاهلي لم يعترض على فكره على استثنائيات الدوري العام خالص على الاطلاق نهائي، ولكن الاهلي بيعترض على عدم وجود جدول زمني تمشي عليه من البدايه الى النهايه. هي دي الفكره بالنسبه لك. والفكره برضو لما قال البيان بتاع النادي الاهلي تكافؤ الفرص في المراحل الاخيره، بس انت محتاج طبعا تكافؤ. هقول لك كلمتين بس مهمين جدا. انت عندك لعيبه ممكن تنتهي العقد معاهم في شهر 6 اللي جاي، هيلعبوا معاك بقيه السيزون؟ لا. ولا هيمشوا بالسلامه؟ ممكن يمشوا. ما بيفكروش كده. طيب. ما بيفكروش في اتحاد الكره كده. سؤال، لعيب مثلا بيلعب في فريق تاني، الخصم بتاعك اللي بيلعب على بطوله الدوري العام هيتعاقد معاه، هيلعب معاه ولا هيلعب مع فرقته؟ مالوش برضه القيد ظروفه. ما حددوش حاجه. الفير بلاي، انت بتتكلم في الفير بلاي. الفير بلاي ان انا النهارده ابقى عارف العب مع مين ضد مين، امتى اللعيب ده معايا ولا مش معايا، فاهم قصدي؟ ما ينفعش يبقى انا النهارده، انا هقول لك على حاجه، بلاش لعيب، مدرب. بعد بطوله افريقيا مش المدربين احتمال يمشوا واحتمال يجوا مدربين تانيين؟ طبعا. طب المدرب ده هيجي على اي اساس؟ مع اي لعيبه؟ باي امكانيات؟ لا هو كمان في نقطه. وبعدين لا خد بالك بس هكمل الحته دي. انت النهارده عندك ماتش المقاولين، المفروض عايز يعني عايز المفروض الاتحاد الكوره عايز يتلعب دلوقتي في الوقت الحالي ويأجل لك ماتش الزمالك بس. صح؟ والزمالك المفترض يتأجل له ثلاث ماتشات لنهايه بعد بطوله افريقيا، طب ثلاث ماتشات بعد بطوله افريقيا. هتكون تحدد مين اللي نزل، مين اللي هبط، ومين اللي فضل في الدوري العام. ثلاث ماتشات وبتتكلم على فرق هي خلاص اللعيبه هتريح شهر تقريبا شهر بالظبط او 45 يوم عشان يجي يلعب مباراه، هتبقى بالنسبه له مباراه تحصيل حاصل. اذا ما فيش تكافؤ للفرص في القصه دي، ما فيش الفير بلاي. انا عايز النهارده العب مع فرقه هي جاهزه عندها تارجت، سواء اذا كانت بتلعب على مركز او عايزه تنجو من قصه الهبوط. ما ينفعش تحدد الدوري العام ومين هبط ومين ما هبطش وبعد كده تقول لي تعالى العب بقى بني سويف او تلعب. ما هو الجونه بيلعب دلوقتي. ما انا بقول لك اهو، ما هي دي الفكره، الجونه بيلعب دلوقتي. هي دي الفكره. نفترض يعني الجونه قعد خلاص، ايه الوضع بقى؟ فين بقى تكافؤ الفرص في المباراه الاخيره؟ ما فيش، هتلعب بناشئين خلاص. شكرا. اكيد لو حماده الصيد مكمل او هو مكمل اوريدي كمان السنه الموسم اللي جاي، يبقى هيجيب اللعيبه الناشئين يلعب بيهم قدام نادي الزمالك وشكرا الموضوع على كده. حتى هو يقول لك ساعتها اختار اشوف مين يقدر يمشي معايا السنه الجايه يكمل معايا. وجهه نظره بقى، يبقى خلاص هو خد التارجت اللي هو عايزه. خد بالك، ما هو طالما انت خلصت عندك حاجتين، لعيبه هتمشي، لعيبه هتتعاقد معاها، معسكر هتبتدي تعد له من دلوقتي، فبالتالي مباراه الزمالك بالنسبه لك اصبحت مباراه تحصيل حاصل، ليست لها اي قيمه، لان انت هتفتقد بعض اللعيبه وهتجلب بعض اللعيبه الاخرين. اذا مبدا تكافؤ الفرص مش موجود، مش متاح على الاطلاق خالص. فبالتالي كون ان المفترض في اي حته في العالم اخر ثلاث مباريات بيتلعبوا مع بعض كلهم في نفس التوقيت، اخر ثلاثه الاهلي قال لعب مباراه وقال لك مش مهم، يبقى مباراتين فيهم تكافؤ فرص. مباراه الاهلي والزمالك والمقاولين يبقى اخر ماتشين في الدوري العام، يبقى كله يلعب مع بعض. كمان النادي الاهلي قال لك لا خلاص احنا تبقى اخر مباراه، فاهمني؟ على الاقل يبقى في تكافؤ الفرص.